جي شو هادش كيدير مجمعين السلام عليكم اعزائي وعزيزاتي ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو وانتوما في صحة جيدة ومعاكم شيماء بوسيري. هاد الفيديو خاص 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 بالناس اللي باغين يكونوا متفوقين ومتميزين في هاد السنة الدراسية الجديدة. بغيت نقول لكم شي شويه على اسرار اللي يقدر يحتاجها المرء باش يكون متفوق اولا يكون متميز في القرايه ديالو. اول حاجه اعزائي انا نقدر نقول لكم شي حويجات يقدروا يبانوا بانال ولكن راهم اساسيين، حويجات اللي هما مزيانين لينا. اول حاجه اعزائي قبل ما نبداو القرايه، قبل ما نبداو في الدروس، قبل ما نبداو في كل شيء، هي انه تكون انسان محترم وتحترم الزملاء ديالك وتحترم حتى الاساتذه ديالك. لانه في هذا الجيل اللي ولا دابا كتلقى ان الاستاذ واخا هو داخل ناس ما كيحترموش الوجود ديالو، كذلك زملاء يقدروا يكونوا كيكون واحد مشاجرات بيناتهم وما الى ذلك. اول حاجه اعزائي انك تكون كتحترم الاستاذ ديالك اللي كاين في القسم، وهذا الشيء ما غيبان لك حتى غتبغي تسالي السنه الدراسيه، اما كان عندك سنه اولا سنتين عاد غيبان لك، لانه في الاخير ضروري ما كيكونوا مداولات، ضروري ما تيكونوا كيشوفوا واش التلميذ كان مزيان اولا لا، وهو كيساعدك الاحترام ديالو، وهذه حاجه اللي خاصها تكون ولا بد. ثاني حاجه واللي هي فاش قلنا احترام زملاء، يعني خصني نختار واحد الصديق او واحد الزميل اللي كيبان على اساس انه يقدر يكون انسان يعني مزيان اللي غادي يعاوني في المسيره الدراسيه. وكنفضل انه تكون في الاول سنه دراسيه انسان متفرج، جلس في بلاصه بوحديتك، جلس قدام بقى تسنى حتى تشوف، يعني كيبان بنادم الحصه الاولى الحصه الثانيه كيبان بنادم واش هو انسان باغي يقرا او لا. خليو لي الناس اللي هما كيدعيو ديما، تلقاها ديما هاز صبعو على لا شيء، ديما هو ما عرفش شنو زعما، راه هو على اساس انه انسان فاهم وعارف، وهو راه هو خاوي ويفاض. اول امتحان يقدر يجيب شي كارثه او لا يقدر يستعين بالغش، ممكن كل شيء ممكن. ثالث حاجه اعزائي الاستاذ فاش كيكون كيشرح لينا حاولوا ما امكن اعزائي فهموا. كي اللي كيتسابق انه يكتب الدرس هو الاول، كي اللي كيتسابق انه يصور ويجي يكتب، فهمتي؟ لا 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 لا، نجلس ونتصنت ونفهم شنو باغي يشرح ليا من هاد البارتي، ولا شنو باغي يشرح ليا من هاد الدرس. عاد الا كان الاستاذ ما عندوش مشكل انه هو تيهضر تاخد دي بريز دي نوت، ما كاين باس. كاين دي بروف اللي ما كيبغوش نكلموش هاد هو يهضر وانت كتكتب، فهمتي؟ مي هو خلاصه الموضوع انه تكون كتحاول كتفهم على قدر ما انه تحاول غير كتبي تاخذ معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، متفقين ولا متفقين؟ رابع حاجه اعزائي انا كنقول لكم هادشي انطلاقا من تجربتي الخاصه، فهمتش؟ فاش كنكونوا كنقراو في الكلاس ما خاصناش نكونوا اناس اللي هما باغين يبانوا، باغين يديروا ديك المشاجره مع الاستاذ. كما قلت لكم خاص تكون وانت كتقرا جاي نقرا من اجل القرايه، ما جايش باش نتباهى بشي حوايج كيف ما قلت لكم لا علاقه، وهما ما غيزيدوك ما غينقصوك لا انت لا الزملاء ديالك. شحال من مره حضرت مجادلات في الكلاس لا علاقه لها بالدرس ولا علاقه لها بالقرايه ولا علاقه لها بشنو جينا حنا عليه. كتلقى البنات او الدراري اللي عزيز عليهم ديك المشاحنات وعزيز عليهم مثلا فرضا قلنا الدار يقول لك لا الدار خاصها نقطه والدار كذلك وكذا، مشاحنات خاويه انت عن غنى عنها، كاع اللي كيعتقد انه غيبين الوجود ديالو في الكلاس بداك المشاحنات وبنفهم عليك تفهم عليا، فراه هو هاد الفكره غلط. فين وصلنا في الترتيب اعزائي وعزيزاتي اللي هو الترتيب الخامس؟ دائما فاش كنكون قريت الدرس او فهمتو خاصني ولا بد نرجع للدار نحاول انني نفهمو، نحاول انني نشوف شنو التعقيبات باش الحصه الجايه ان شاء الله. دائما كنسول الاستاذ من اجل انني نعرف، ما كنسولش الاستاذ من اجل ان نبين اخطاء من اجل نبين اخطاء زملائي، لا 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 اطلاقا. انا كنسول باش نفهم، كنسول باش توضح عندي الصوره، كنسول باش يتبينوا ليا المخارج وباش يتبينوا ليا كل حاجه وشنو كتعني. فهموا ديما الا ما فهمش الحاجه كندير ماركور ولا فلوريسون نهار الاخر كنسول الاستاذ عليها. دائما يكونوا الشهادات اجتهادات في محلها،
والشهادات لها داعي. سادسا اعزائي ديما فاش كنكون كنكتب الكور ديالي حب هذا لو انه دائما يكون عندي واحد الميلانج ما بين الاسود والالوان او الازرق والالوان. كيعجبني انه يكون الكاي ديالك يعني كيبين الشكل ديالك وفي ميم طون نهار غتبي تراجع وتبي تحفظ كتلقى راسك ساهل انك تفهم. دائما عندي مذكرات، عندي كتوبه، عندي دفاتر كيبينوا ليا وشنو فهمت، ملخصات دوك الالوان، قاعده مكادريه. هادشي كنا دوينا فيه وقال عليه شي 6 سنين قبل ولا 7 سنين قبل وحنا فيه وشو دوينا على هادشي. ومازال كنأكد لكم ان النظام ديالك في الكاي ديالك هو اساس انه من بعد تفهم او من بعد تحاول ان تشرح لراسك. اذا كنتو ناس اللي هما يعني تكوين جامعي او لا تكوين مثلا نقدروا نقولوا كتقراو في هكا تكوين مهني، فاش كيكون عندنا الكورو كيكون سالا داك الموديل ديالنا ولا بد نديرو ريجيمي، وداك الريجيمي احتفظوا به لانه في الاخر العام حنا مطالبين بامتحان، يعني يا اما كيكون باساج او الامتحان ديال فان فورماسيون. انا ما ماشي تاع ديك الساعه نبدا نرجع نلخص من 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 1 حتى ل 20، لا انا عندي دي ريجيمي، دائما عندي دي ريجيمي اللي انا احتفظت بهم. وديما يكون عندك اوراق بيضين، الا ما كانتش عندك فلوس باش تشري اوراق بيضين ما عليك غير بقاعه كلاصي كيتباع عند الهري رابعه تخرج لك بلا والي، تقطعهم بالمقص وتقرا فيهم. يعني هادو كيجوني اشياء كتسهل علينا القرايه. وفاش تعطى سادس حاجه اعزائي فاش تعطانا شي مهمه دائما نختار الكليكه ديالي، عندنا اكسبوزي، عندنا بحث، عندنا شي بروجي بينا نديروه مجموعين، دائما خاص يكون هذيك الكليكه انا نخدم فيها كليكه اللي كتعاون، كليكه اللي كنقسموا فيها الادوار وكل واحد كيهز الدور ديالو. لانه تقدروا تلقاو مع ناس اللي هما انت في الشرق وهما في الغرب، هذا باش تكونوا عارفين. داكشي اش خاص الواحد يختار الزملاء ديالو حتى في البروجي، ما كندويش على ماشي بالضروره الزميل ديالك اللي كيجلس حداك ديما هو نفسه يدير معاك بروجي، لان داكشي كيجيب التقسيم. غير هو فاش تعطانا واحد البروجي نكونوا كنعرفوا كيفاش نوزعوا الادوار، ونكونوا كنعرفوا كيفاش نختاروا كل واحد شكون يبدا، شكون ديما داك الدماغاش ديالنا في واحد ليكسبوزي اهم من العرض باش تكونوا عارفين، والكونكليزيون ديالنا في ليكسبوزي اهم ثاني من العرض. عاد العرض هو شي حاجه مهمه كتكون غنيه بالمعلومات، ولكن ديماغاج والكونكليزيون ولا الختام عندنا اولا الكونكليزيون نورمالمون بحال واحد الخاتمه، ولكن داك النهايه ديال العرض ديالنا راه حاجه مهمه مزيان. الحاجه السابعه اعزائي وعزيزاتي، انا ما نحاولش نقرا وانا كنحس براسي عندي منافسه. انا تقريبا قريت عامين في واحد الشعبه وكنت فيها متفوقه لسنتين تبارك الله وما شاء الله، وما كانش عندي احساس انه انا خاصني ندير منافسه بيني وبين صحابي، خاص انه كل اللي عنده مفهوم للمنافسه خطا. مفهوم المنافسه هي مثلا كنقول لها بحال هكا تلفت هذا وصلني باقي هذا باقي جاي شو هذا اش كيدير مجمعين هذا هو قرب نو 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 حنا ما محتاجينش لشيء اطلاقا. انا عندي واحد الحاجه كنادي الواجب ديالي كنراجع كنفهم كنحفظ دروس ديالي، ففي الاخير كنت متاكده جات لقات لفت تلقى بنادم انت بعيد عليه، ولكن ما حدك انت كتقرا وكتلفت نو 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 لا انصحكم لا انصحكم. ديما بغيت تكون عندي منافسه، تكون عندي منافسه شريفه، منافسه زوينه، ما بقاش انا كل ساعه نقلب هذا شحال جاب هذا شحال، انا ما محتاجاش. اعزائي وعزيزاتي هو تكون عندي روح البارطاج، روح المشاركه، فهمت حاجه جديده، فهمت شي حاجه جديده يعجبني نشاركها مع الناس الاخرين. ما نكونش مغلق، لانه فاش كنكون مغلق بزاف ديال المعلومات ما كيتفتحوش ليا. وشخصيا كتعجبني واحد القضيه اللي فهمت شي حاجه نجي نشرحها لك، عرفتي فاش كنشرحها لك كنفهمها انا جوج المرات، والمره الثانيه الا انا خديت معلومه غلط كنعاود ناخذها بطريقه صحيحه. فهمت كنقول لك بليتي بديتي هذه البارتي ما فهمتيهاش، لا تغدا نسول الاستاذ ورد عليك الخبر. انا دائما كنامن بالمشاركه، والمشاركه اللي كتكون صحيحه. انا شحال من مره شفت هذه القضيه كنقدر نعطيك مخده كيف ما هي بحال هكايا، ونعطي لواحد البنت نقول لها انت كملي منها وعطيها لفلانه واش غادي مخده غادي لها هاي غتوصلها بهذا الشكل. فاش انا غندير مخده كاع ما عطيتها لي انا بحال هكا كيفاش علاش ما فهمتش لا عطيتها لي عاود ياك محسوماش الواحد بغى يشارك معلومات يشاركوا معلومات صحيحه، علاش تعطيهم معلومات خاطئه؟ علاش الواحد يكون عنده ديك المشاركه الايجابيه ويكون عنده فهمتي حاجات كيتشاركون بالتي هي. هو الواحد
خاص تكون ديما عنده الموتيفاسيون، فهمتي؟ الموتيفاسيون ايجابيه. ولكن الا انا عييت دوز شهرين ولا ثلاثه وعييت وحسيت براسي عييت جلست كناخذ بريك بلاتي سخفت الصراحه، فهمتي؟ نعيش هذاك الشعور ديال انني راني سخفت وراني بغيت ناخذ بريك، ما بقاش العام كامل. لا لا كتقدر تعيا تهبط شويه تتراح ودير، لانه الا بقيتي بواحد الريتم مده طويله تقدر حتى النهار اليوم الختامي الناس طالعوا وانت كتهبط فيه، لانك عييتي كتلقى راسك خدرتي طاقه فوق من طاقتك. دائما الواحد يمشي بالوسطيه، الوسطيه والاعتدال، وغادي بشوي 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 بشوي، ما يديرش مجهود اكثر من القياس كيهبط، وما يديرش طالع تصاعد حتى الاخر يهبط، ضروري غيفوتك الناس شي حاجه. دائما الواحد يكون غادي بواحد الخطه ستابل، عييتي وقف ناخذ بريك تتراح، ما فهمتش شي حاجه نسول. دائما يكون انسان يعني بغى يعرف متواضع حتى في الاسئله ديالو، يكونش فيهم نوع من التكبر، من لما حتى نسولو غيفهم. لا 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 اطلاقا، ما فهمتش شي حاجه نسول، نعرف نبحث نفهم باش هكا نوصل داكشي اللي بغيتو. اعتقد ان هادو هما الاشياء اللي بغى. قبل انك تحاول يكون عندك واحد الاحسان وواحد الاتقان في العمل ديالك، بغيت تادي واحد الحاجه ناديها كما ينبغي، حتى في القرايه بغيت نقرا بقرايه باساليب وتقنيات زوينه ومزيانه ونخدم على راسي، باش دائما تكون عندي داكشي بيرفكت، وما ندعوش المثاليه 100%، ولكن اومو بالنسبه لي انا ديك الحاجه تكون مزيانه. بغيت نلخص، لخص مزيان، ماشي حتى نبغى نلخص التلخيص بحال ناقص، التلخيص بحال فيه شي حاجه ماشي، لا بغيت نقاد شي حاجه نقادها كما ينبغي، بغيت نكتب الكور مزيان نكتبو كما ينبغي في الاول، ماشي يبداو الناس يقراو نبدا نقول بلاتي انا راه كتبهم 1+1=2 وانا كتبت 1+1=10، علاش كتبت 10؟ علاش كتبت؟ لا، الواحد يكون عنده الاتقان في العمل، يكون عنده اخلاص داكشي اللي كيدير. حتى القرايه راه عندها هدف، عندها طعم، فهمتي؟ الا قريت وانا عارفه اش كنقرا ماشي كنقرا عشوائي. لهذا الواحد اللي بغى يدير شي حاجه يديرها كما كما ينبغي، حتى الا ما قدرش وما شويه، ولكن ماشي يخدم بالعشوائيات وداكشي ما خدامش. لا لا، خاص الواحد يخدم بطريقه اللي هي سلسه ومعقوله وزوينه. وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين غانمين ان شاء الله. باي باي.